To muna magana dai akan wato almajiran shotu jali mun gama da manya guda takwas da muka faɗa ya ce banda su kuma akwai wasu shi ne muka fara da imamu wato naqalatun darraqatun fahama muka fara da shi yanzu kuma za mu shiga za mu faɗi na biyu daga cikin wagairu ɗin da ya ce bal awwal ya ce na farko daga cikin wa'annan da ya ce wal gairu ɗin nan wal gairu min man adraka al wilaya min sahbihi wa faza bil inaya ya ce bal awwal na farko ka tarjuman al ilmi wal qur'ani as-salik al allamat al waddani ce na farko kamar tarjuman al ilmi wanda yake shi kansa fassara na ilimi والقرآن ده القرآن يقال ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه أتوانا ترجمان وأتوانا يا ترجماني معنا يا بياني نما قند أكي يا بينا بلغة بلغة غير لغة المتكلم واتو إذا وانا ما قنا da yaran ba da wanda ake magana da su ba ba yaran su bane to sai a samu wani wanda zai yi tarjuma to shine ake ce masa tarjumanu sun ce tarjumanu wa fihi lugatun akwai logogi a cikin tarjumanu ajwaduha amma wanda yafi kyau fathu ta'i wa dhammul mimi wato ta ai mata fataha jim a mai dhamma tarjumanu wa saniha na biyu dhammuha ma'aha bi ja'ali ta'i tabi'atan lil jimi ko a ce tar na farko tarjamanu ko tarjumanu ko turjumanu amma an ce tarjamanu shine ajwadu الثالثي وتوندك من عبادة وهو الكامل الأوحد شين كامل النمك ديتي العمام شوكبا المبرز المبارزة الفاضل مبيبتي العمجد ببا نجرما سيدي محمد شين سيدي محمد المرعوي الثالث وندك مسكر أكي كرن سرطة الثالث محمد الثالث سننسى محمد أما أمك كرن سرطة الثالث ابن العمام ثم وصف الناظم ايضا سنن ميمنه المريد يا سفنت كما ونن السالك ان محمد بن العلامه من يوان سنني الوداني اي نسبه الى ودانا ان دنگنا شي زوا ga wani gari ne bisahara shindit asahara shindit ma'rufatun wannan gari sananne ne lam tazar kaunu hadara ilmin wa maqayr khair wa maqar khair wannan gari mai gushe ba gida ne na ilimi matabbata ne na alkhairi da salahi ila al'ana mai gushe ba wannan gari masufan masufatan aban subanta wa thani nabiyu wato shine wannan muhammad wanda aka fi sanin sa da as-salik shine na farko daga cikin wagairu hudunta da ya faɗa banda wancan takwas da muka faɗa yace wa umari sayyidil hubyani ذي العلم والصلاح والعرفان نبي كالأمري بضم العين وياء النسبة أمري السيد موانين جن شغباء محمد بالفتح المدعي وذاك اسم محمد الهبياني ذي العلم أي الفاضل جن مبيج إن أبي عبد الله الكنية سكينة وأتو أبو عبد الله محمد الهبياني جن نبي zil ilmi shi ma ma'abucin ilmi ne wa salahi da yadda salaha kirki ay ana khairu wa sawab wal irfani ma'abucin sanin Allah ne al ma'rifatu billahi masalan Allah ne wa huwa min ali al shaykh al kabir yana ga cikin ala yan wato gidan shaykh nan babba wal qutb al shahir qutbun shahrani sayyidi muhammad al sharqi al umari radiyallahu ta'ala رحمه الله تعالى ورضي عنه وتعالى قد ان جدا ان جدا وان نم بان شريفي
رحل يأتي من بلد من بلده إلى فرنسا في طلب العلم أني من علمي شيخ محمد الهفياني يأتي إلى مراكش يدي مراكش فأحضر القراءات يدي يقول علم قراءوي وأحكام هذا كنت وكنت قراءوي يا كربا عن ابن عمه قدم أم سعد ولي صالح ساق ولي إن النكركي الزاهدي موجود دوني على وراء ميثاني الأستاذ مالمي المبرز مفتون أبتو سيدي عبد السلام الشرقي سنن سور من ديكراتون واتو كراهو إلو كنشو كنشكنا دفين روضة القطب الكبير ناكد بنش أروضة قطب النمبر سيدي محمد بن سليمان الجزولي أنا أكر بيشي رضي الله عنه الله يدرشي وسمع بها شيئا من الحديث أكنم يا كويوسو أبو ما لقتكين حديثي أو النانغري شيء محمد الهبياني ثم رحل سنة محمد الهبياني يتبع إلى فاس يتبع فاس فقام بها مدة يذون لوقتي ميتو أفاس وقرأ بها يكراتو أفاس على غير واحد من مشايخها أو جن شيوني با ديبا لقتكين شيوني فاس وفي هذه المدة تعاون لوقتي يذون ميتو أفاس لقي الشيخ رضي الله عنه من الشيوخ الجاني وأخذ عن ورده يقرب وردنسا وصحبه يا أبو تشيشي وانتفع بصحبته يا أمفانا دا أبو تشيشي ودجانا دي نفعا ظاهرا أمفاني ونك بيناني قال الشارف من شريتي وحدثني قدس الله سره في كنس محمد الهبياني يا أبان الأباني الله يطلق تسرنسا عن سبب اجتماعه بالشيخ رضي الله عنه وهذا دليل حدوث بشيخ رضي الله عنه باش الأباني وأخذه عنه ديت دي كرب ذلك آوان شوت جاني فقال شي محمد الهبياني سيه كمان الأباني سيه كان لي رفيق من الطلبة نالونا أبوكي دالبين مقرنتا منا مقرنتا رشي من أولاد أبي الصباع يا لك تكيان أبي الصباع وكان من أنجب طلبة الوقت يا لك تكيان ذا مفي ذا بقن دالبين ونلوقتي صباع وأشدهم عناية yana daga cikin mafi tsananin kiyayewa bi akhazil ilmi da karban ilmi wal qiyam bi diyana da tsayawa da addini zababbe ne kuma mai kula da addini ne mai kuma kula da neman ilmi ne wa kana kana akhadha an shay radiyallahu anhu wurdahu to shi ma ya karbi wurdin shawdu jani wa kharata fi silki ahli dariqati ya zuru a cikin tsarin ɗan dariqa shawdu jani فكنت إذا وجدته شي محمد الهبياني سيتو دسان دنا جوران سا سين سامي يذكر عوراده وين كرنت وردان سا هو على غاية ما يكون من الخشوع والحضور إن سامي شي نكرنت وردنا ذا بين شيا كي متقا أكسكنت دكي دهلولي وغض البطر في دربة إلو إنجناي والاستغراق في الذكر يتلم يد كان ساتكين ذكرا أحذأ به sai ga ganna masa wato kamar ina masa wasa kalmu da'ib lahu wato ina masa kamar istihza'i kalmu da'ib lahu kamar ina masa wasa kai duk sanin zo same ka sai ka ka shagala kana tauna abu ka rufe ido ba ka kula da komai ka mai da hankali ga wuri dai kamar ne mai kamar wasa wa qul lahu sai nake cewa da shi ayu shay'in tasna'u to me ma kake yi ne kuma hada shugul ladhi anta fi wa na aiki kake yi فكان يصبر لي ينام يناتوا ان يحقري ويستمر على عمله تك يحقري تكبر دايكنسا فاذا قضى غرضه الى يجمع وردنسا اقبل علي سيف كليني وذكرني يمن وعزي وتلطف معي مغنى يتوسس مغنى في الوعز او اذن ليكي والتنفير عن الاستهزاء لكما حناني ديني ازجلي بأهل نسبة الله تعالى وأن سكدن غندو متانا الله كتين حقا إنها مصبعي وربما ذكر لي الشيخ رضي الله عنه ونلقتي ما سكد يا غيا من شهود الجاني بما يرقبني في الأخذ عنه ونلقتي تا كيما بكا جيو من شهود الجاني ككربابا ولما كان ذات ليلة توي وتران دي وقد فعلت معه مثل ذلك نازونا مسئر وانا إزغلينا كرن توردان وبالغت فيه إنا كيما تقاتين إزغلين التفت إليه سيكلوني بعدما قضى ذكره بان يقام ذكرنسا
وكلمني في ذلك سيم مغنا اتكن ونن استهزاء دي نكي مي وذكرني بجد يم وعزي ده كيو وبعض تعنيف على وجه النصيحه ده شاش سننتا وعز تهني النصيحه ولم اشعر اجت اسن نسي نجي بن سني با ان قلت له بن سني با كسي كو نجي ده شي ان اردت ان ادخل معك في هذا الامر ان كان سو نيما ان شغا in zama tare da kai a cikin wannan lamari wato nima in zama dan tsarika fa arini karamatan to ina so ka nuna min mata karama yatma'innu qalbi da zuciyata za ta yadda lima ta quluhu ga duk wannan abin da kake faɗa mu fa qala li sai shi wannan aboki na ya ce hal anta fa'ilun in ra'aita karamatan to in kaga karamar zaka aikata zaka shiga dariƙar da jami'a fa qultu na amsa naje masa eh insha Allah ta'ala in Allah so وقد مضى من الليل القدر الذي ينام فيه الناس لوكاتين كما دمك wannan da shi lokacin yayi wanda mutane duk sun yi bacci wato ma'ana da daddare ne wato saddu abwabu sikaki a lokacin duk an kulle kofofin gari kamar yadda aka sanda kowane gari an masa ganuwa da kofofi ba da masu gadi a wurin in aka rufe ba mai shiga sai an san wane ne ko kuma a'a ma sai gobe inda aka rufe to duk an rufe ya kai irin lokacin an yi bacci duk an rufe kofofin garin bi haisu la yaftahul muwakkil la yaftahul muwakkiluna bi ghalqiha yadda wanda aka wakilta su rufe kofofin ba za su bude ba illa man arafu sai wanda suka san annahu min ahli al-hawma dan garin ne masalan ga misali ba da mashakkatin shi ma ba za a bude masa ba sai ya shawuya talaquhu ma'ahum sai ya shawuyarsu duk da an san shi waye sai ya shawo ya kafin a bude musu kuma ko ma'lumu kamar da aka san haka al'ada take ta ganuwa an aka ce an yi ganuwa an rufe koba to fa duk wanda yazo sai an yi daga sai yayi da gaske a bude masa qala sai mai bada labari ce fata wa faqtu sai na dace ma'ar rafiqi al mazkur sai muka dace inji shi Muhammad Rufiyani da ni da wannan aboki na ala annana in kasanna dara shaykh radiyallahu anhu in muka je gidan shehu jan Allah ya dade shi fi zalika alwaqti a wannan lokaci wa lam yata'azzar lana fatahu albabi qofe bude kofofin nan ba su mana wuya ba allati bayna almadrasa kofofin da suke tsakanin makaranta da can allati nahnu naziluna biha inda zamu je wa bayna darihi da kuma tsakanin gidan shehu jan وهي كثيرة قوهم قصنا ديوا يتعني وكوا إن دي حرمك جاي جدا جور جان قوهو كنا تكا بمشاو يا أبو دي وصوا أتكون كموان اندري كما دا لقيو الشيخ في تلك الوقت كما حر أتشي مغا جور جانا إلو وانا اللوكتين فإن ذلك يكفيني كرامة توانا نيا إشين كرامة نايدا ولا أرجعكم بعضا داو بحتى أخذ عنه رضي الله سنا كقول من شور جاني فنحض الرفيق لندن قلنا ابو كنا سي زابورا بشده عزم تنن انيا وقال لي سي تشي دني انجي محمد الوفياني قم بنا تتاشي ففتحنا المدرسه المقبو دي مكرنتا وخرجنا مكفتا قاصدي نظار الشيخ رضي الله عنه من انف مجي جدا شيخ الجاني فلم فكلما اقبلنا دز اند مك فسكانتا على باب درب تقوبا توني wato ta wani hanya duk hanyar da muka zo wajen wannan kofa au suqin ko ba ko kofar wata kasuwa da mun je wajen na maftuhan sai mutar da kofar ma abu da kon wa kazalika hawani tu ahli al-aswaq kai shaguna ma kantuna na mutane na yan kasuwa duk a wannan daren inda duk muka tafi sai mu gansu ma abu da wal masabihu muqaddatun biha maga shagunan kasuwanci duk gasu an kunna fitulu wa ana la ashukku ma ai mai wada labari ce ni ko ba na kokonto أن ذلك ليس من آلة أحد بدي ونن أبو دمان غني بأل آدم تعالى نغرن نمبري ألو إرم ونن لو كتي كغقوه بي أبو دي شاغونا أبو دي فتلين شاغونا أبو دي كي ونن بأل آدم تعالى نغرن نمبري وأن ذلك خرق عادة ونن أبو نيون دي كيت على آلة فأخذني من ذلك رعب عظيم يتي سيس وروفا يكاماني ولم يذل كذلك يتي بيكوشي آكبا hatta akabanna ala babi daris muna ta tafiya muna ta hasali muka je kowar gidan shehu dani radiyallahu anhu Allah ya dare shi fa idha dhaw yadhharu lana muna zuwa sai muka ga haske ya tunkaro hasken gidan fitila gidan
ببابها قفر جدا. فلما انتحينا الى الباب لما كان قفر جدا شوف الجاني استعذنا الرفيق وانا ابوكينا ولم كتفي هذا الشيء سين باذني جوانا سوى شوف الجاني. فاذا الشيخ رضي الله عنه جالس لك من اذني منا شغا سي مكتا شوف الجاني اذوني كالمتحيئ للقينا كما دام يا شريا ينا جرم مزو المنتظر لنا ينا سورارم فأدينا الواجب من التسليم عليه ده شغا مكا شوف الجاني ايرون وانا يني سي مكا غيشي شي مكا مسا غيسوار كماتا وجلسنا مكا زونا بين يديه غبنزا فرحب بنا مرحبا مدلالي وأقبل بكلمته علينا يسكنتم الكلمة من سيمان يمان مغنغنو ثم طلبت من التلقينا سيشي محمد الحبياني تسينة ناس شور جاني أبان طريقا فمن الله تعالى علي سعلا يمن بيوا بمساعدته لي يتمكين فسيباني على أحسن ما ينبغي تأدي كماتا في الهين تاكي دنني ما كون سيباني ثم رجعنا شيكنن باننا كرباكم سي muka dawo a cikin daren dai wal abwab ala haliha qububun gari duka abude shaguna da fatiluluk abude wa kadhalika al hawani tu hakanan shaguna falamma dakhalna al madrasata mun dawo kuma mun shiga makarantar mu samina ba'd al mu'adhdhinina sai muka zo su daga cikin ladanai bil qarawiyin anan wa wannan wato wannan gari mimman adatuhu wanda su al'ada wannan ladanai din Allah ya yu'zana illa ba'da sulusil layli sai irin karfe 3 dare din nan suke yi muna dawowa mun dawo daga zan shawar jani sai ko muka ji ladan ya tsara kiran sallah irin wajen karfe 3 da wani abu irin kiran sallah farko din qala sahibul tarjuma qaddasa Allahu sirruhu wato Muhammadul Hubiyani Allah ya tsarkake sirransa yace wa hadha yace wannan awwalul khariq yace farkon karama اتفقلي لنجم ودئتما الشيخ رضي الله عنه شهر جان الله يدري ثم شاهدت بعد ذلك ما لا يكاد يحصر باين وان كرامة كما ناغ كرامة من شهر جان ديو وان باس ايك الغوابة ونبي نوى نبيو نأكو والعلوي حبر شنديد العالم الطالب البحر الخدم البحر اللامة البحر الخدم na uku daga cikin walgairu din da yace kal alawi nisbata ila zi ali qabilatu annazim rahimallahu ta'ala qabila sa'id maimunatul muridi habri malami bi fathi arha'i wa kasriha habri ku hibri ay alim malamin shinjida wa hiya baladun biha jabalu ita shi shinjida ko wani gari da akwai dutse wa yuqalu shinjid bil jimmi wa shankik بالخاف العالم وانديك مسني الطالبي وانديك مالم طالبي من العلوي من العلوي اي المدعوي شيني وانديك مس محمد الطالبي العلم الطالبي اي محمد الطالبي العلوي شيني ناقو العلامة اي كثير العلم وانثني البحر الحضم كوجي وانديك مكم فادي بكسر الخاء وفتح الضاد حضم المعجمتين وتشديد الميم حضم اي الكثير الماء كوجيمه والروى وسكن للقافيه حضم وقد ذكر صاحب الجيش الكبير من الجيش الكبير يا فتى ووصفه بالامام يا سبن تشي محمد الطالب ان تشوى شوغباني والجلاله يا سبن تاج الجرمى والقدر الخطير درجه ببع ويكفي في جلالة قدري يا إساء جرمن درجر محمد الطالب تحلية النازم العوم الحبري شي كنسى ما يمات المريد يا سبحان تاهي لتشوى حبر مالميني والبحري يا سبحان تاهي لتشوى شي كوجيني رضي الله عنهم الله يددسوا أجمعين قباكي لها ونفعنا الله يأنفانيهم بمحبتهم تسوي يسو آمين والرابئية نهدو شيني التونسي العالم الرياهي جامع بين العلم والصلاح نهدو دكتشن والغير إن التونسي نسبة إلى تونس متمن تونس المعروفة والداكسني آدها الله دار السلام الله مين ديتا جدا أمونتي
بجاه النبي دم الفرماء النبي أفضل الصلاة وأزكى السلام العالمي شيني مالمنا إبراهيم الرياحي بكسر الرائي وغنكو المشددة الرياحي وياء مفتوحة مخففة وكسر الحائي تو ولم يبين الشارع وجه النسبة به أما شيني شره بفضل دليل ليس أكا wato aka dangana shi zuwa ga wannan niswa din ba rayyahi kamar an dangana shi ne zuwa ga wannan amma bai fadi me aka dangana shi jami'i ya hada bainal ilmi akana ilmi wassalahi da kirki mutumin kirki ne ko malami ne yace as-salah shine al-khair was-sawab qala sharuhu min sharhi yace wa amma rabi'uhum nahudun su ko shi wa islam shine shi musulunci nan wa qudwatul anami jagoran wato talikai حامل لواء العلم والعرفان وندكي ركي دتوتا تعلمي دسن الله المخصوص حيا وميتا وندكي أبن كيبن جيوا سندكي جري دباين يا رسو برحمة الصريح درعد جنك اي نتيمكو وإغاسة اللحفاني دتيمكو وندكي مبك أجي يا دري كوا يا سني داك نمتيمكو دشي أنا سامو حكا نمبايم بوي دري حكا استغاسة دشي أنا سامو ناصر هذه الطريقة الأحمدية شيني ونديتي مكي ميتي مكو من الطريقة الأحمدية وهامي ذي ماري حاشيني مكي الفمتا ومطلع شموسي حاشيني مهود رانتا وأقمار هذا وتننتا وأي الشيخ أبو إسحاق لكن يسكن سيدنا إبراهيم الرياحي التونسي من تونس رضي الله عنه الله يدرشي وعرضاه يدرشي ونفعنا الله ينفعني بمحبتي لسان سواء رضاه يهد الدشي وشهرته بالتبريز في ميادين العلم والعمل شهر السا أبقيم واتو إلمي دا أيكي دا إلمي دا ولاية ببا في سائر الآفا يا سوران ساسني كافية يا وداتر أن التعرض باسي مهمي بياني لتفسير مجمل ذلك ونرغب أبن دا يروان يتتروا في هذه الأوراق يا تجمع أن تقلو وحسب مثلي يا إسا إريدا إن ذكر معاصره الإطراق إن سنكويت دكي أنا فأن واتو على خيري لا بارينا شو حيبة لجلالي دون قرجني قد وككسا لذلك المقام جلال حيبة لجلال ذلك المقام إن سنكويت دكي دن جرم ما وقونا مضي وأن يكون قصارى أمره في ذلك العي والإفهام ya zamana matakan lamari a cikin dai bayani ga akan Ibrahim Rayahi kawai al-ayyu a gajiya wal ifham da gajiya Allahumma ya ce ya Allah ni as'aluka ina roƙonka ya maulaya ya rabbi ya zal jalali wal kiram ina roƙonka bi jahi dan alfarma ma li hadha sayyidi indaka dan alfarmar abinda wannan shugaba yake da shi a wurinka min akai da zimmata da karfin wato alƙawari wa malik sheikh hila daika da idan albarka abinda sheikhin sa yake da shi a wurinka min azimin hurmat da girman alfarma anta ja'alani ka sanya ni wa ikhwani da yan uwana wa ahbabi da masoyana fi himayati a cikin iyakar kiyaye wasu wa alla tukhrijani alla karkafata dani dunyan wa akhra anan duniya da lahira an zilali inayati karkafatadani gabar inwar inayansu amin amin wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin qultu sai malamin shari'a ce waya kafika fi fadli sayyid almazkur ya ishe ka cikin farala wannan shugaba da muka fada wa tanwihi qadrihi da daukaka darajarsa almashhur wa dake wato shahararre kitabuhu littafin sa al-musamma wanda ya ambace shi bi mibradul sawarimi al-athinatu fi ar-radd ala man akhraj shaykhana at-tijani min da'irati ahli sunnah wato sunan wannan littafi takobi wato san wato abu mai sanya ya takobi wato na ma'ato mashi dan raddi ga duk wanda ya fitar da shehu tujani daga da'irar ahlus sunna wato wanda yace wanda suke cewa shehu tujani baya daga cikin ahlus sunna to shine yayi wannan littafi ya ambace shi da wannan suna
wato wannan kamar takobi ne takobi in aka sashi yayi zafi to wannan yana sanyaye takobin ga gani ko sanyaye takobi ga wanda duk ya fitar da shi wato daga dairar ahlus sunna sunan wannan littafi ne fa ya lahu min kitabin ma makin wannan littafi ma asnahu ma makin daukakarsa ma aglahu ma makin tsadarsa يشهد لمؤلفه يشهد لمؤلفه كما وصفنا وان للتابي كما انما كسبنت وان من ده وان للتابي وان مالمي يا شهيدا ga wannan in ka karan ka duba shi zaka san menene wa ghairihi min ulama as-sunna ahli al-fada'il wa ahli al-minna yace wa ghairihi da wannan sa ai ghair al-arba'ati wa inna banda wa inna hurda muka fada min ulama as-sunna daga malaman sunna al-muhammadiyya أصحاب الفضائل ما أبو تابل لا وأهل المنة لما أبو تابكم واتو نعمة دبيوة تصدق وإبن وإن نمهدو شو سوما وغيرهم سوما أقوي وسوس سوما ونضاء أبرا تو الحمد لله فاتحة لصلاة الفاتحة فاتحة لصلاة الفاتحة أول أنا خاتم من ما سوق من هذا الحمد لله هذه ولا لي أقدم من ذلك هذه صلاة تفتح لنا بها أبو أمر الله تسيري وتقول لنا بها وبشر التسيري وتكون بها وليا الحمد لله.